تشهد العديد من أسواق الذهب في الكويت إقبالاً ملموساً على شراء الذهب، خصوصاً إذا شهد هبوطاً في الأسعار، حيث يستخدم للزينة بالنسبة للنساء أو للراغبين في الزواج بهدف تقديمه كهدايا. وتشتهر منطقة فحيحيل بالعديد من المجمعات التجارية التي تحتوي على محلات مميزة لبيع الذهب، والذي يتميز بالجودة والفخامة والتنوع ويرضي جميع الأذواق. ويعتبر الذهب من المعادن الآمنة باعتبار أن محلات وشركات الذهب في الكويت من أكثر منافذ البيع أمناً بالمنطقة العربية، والتي تحظى بثقة المستهلك الكويتي والعربي والأجنبي لنقاء المعدن وتصنيعه بمستوى عال. بسم الله الرحمن الرحيم. المحل يعتبر جزء من تراث عائلة الأربش القديم والعريق والمتجدد إن شاء الله في الكويت. العائلة ما شاء الله يعني من عشرات السنين وهي في هالمجال. أنا من بطلت عيني يعني وأنا طفل يعني أشوف العائلة، من والدي وعمامي والجد وتقريبا كلهم يشتغلون في مجال الذهب والمجوهرات، فترعرعت في هالمجال هذا ويعني وحبيته من وانا صغير، وطفولتي يعني أكثرها قضيتها في أسواق الكويت القديمة اللي كان يعني لعبنا وتسليتنا كانت كلها في أسواق بين المحلات وبين الأسواق القديمة. فالحمد لله يعني سنين طويلة استمريت في دراستي، وبنفس الوقت أعمل مع والدي وبشكل متزامن، و يعني مرينا في ظروف كثيرة ما بين ظروف صعبة وظروف الحمد لله زينة يعني، وتجاوزناها يعني باعتبار أن أسواق الذهب والمجوهرات مرت في متغيرات كثيرة، انتعاش وركود، لكن هذا كله طبعا صب في أنه عطاني مزيد من الخبرة في أني أتعلم أكثر. كل حدث يصير وكل موقف يصير وكل يعني كل فترة أو كل مرحلة أعتبرها مكسب بالنسبة لي، إن أنا تعلمت شيء أكثر، وهذا اللي ساعدنا الحمد لله إن نستمر في الشغلة ونطورها بناء على خبراتنا اللي أخذناها وبناء على خبرتي الشخصية مع والدي الله يرحمه. فالحمد لله هذا اللي خلانا يعني أنا نفس الشيء يعني كنت حريص إن أتواجد بشكل شخصي من وأنا طفل، فإني أتعلم يعني أتعلم الصنعة بشكل سليم، وبنفس الوقت أكون قاعدة من العلاقات من الخبرات من يعني التواصل مع قاعدة زبايننا اللي يعني هني، أو إن كان الموردين اللي نتعامل معاهم في يعني خارج الكويت. ويعني هذه تحتاج فترة طويلة جدا إن الواحد يبني عليها ويعتمد عليها في استمراريته في الشغل يعني هذا. الأجيال اللي سبقتنا في المجال هذا يعني احنا الفترة يمكن عايشناها وفترة سمعنا عنها، الفترة الأكثر السابقة اللي سمعنا عنها سمعنا عن معاناتهم في الصنع، ما كانت يعني بالشكل السهل والسلس، كانت فيها صعوبة و
يعني الله يرحمهم برحمته والله يعطيهم العافية، قدروا يعني يحفرون بالصخر أن يستمرون فيه، وكانوا عدد محدود اللي كانوا يمارسون صياغة الذهب بإيدهم وصب الذهب وتصدير الذهب إلى الدول المجاورة أو استيراد الذهب والتعامل مع اللولو والقماش والمجوهرات، ما كانت مثل هالأيام شغلة ما منتشرة وسلسة وسهلة يعني ومنظمة، فمعاناتهم كانت كبيرة وشظف العيش والحالة المادية أول يعني ما هي مثل الحين، فانتقالها من الأجيال القديمة إلى أجيالنا مرت بصعوبة، لكن يعني الحمد لله احنا قدرنا ناخذ الخلاصة هذه ونبني عليها فإن نطورها ونستمر فيها، مع أنها حمل كثير يعني حمل كبير وإرث يعني متعوب عليه وقاعد يسبب لنا يعني جهد وتعب كبير إن نحافظ عليه ونستمر فيه ونطوره. يعني الزبون الكويتي شوية صعب، تلبية ذوق الزبون الكويتي ومتطلباته ويحتاج ان الواحد يبذل جهد كبير في انه يبحث في اماكن في اسواق كثيرة عشان نلبي ذوق الزبون الكويتي. بنفس الوقت مع يعني احنا على مرحلة طويلة الحمد لله بنينا سمعة طيبة للسوق الكويتي، ان الذهب اللي موجود ذو نوعية مميزة، ووزارة التجارة مشكورة من أسست إدارة وسم المسوغات، فعندنا يعني شغل المجوهرات والذهب منظم، وبنفس الوقت النوعية يتم ضبطها وتأكد منها من وزارة التجارة. طبعا في مجال الذهب والمجوهرات احنا ما عندنا غنى عن وزارة التجارة بالتعاون معها طبعا في ضبط ومراقبة الذهب والمجوهرات ورقابة وزارة التجارة، واللي إن شاء الله راح نتطرق لها في حلقة ثانية نلتقيكم إن شاء الله فيها ونذكر فيها كثير من تفاصيل دور وزارة التجارة ودور التاجر بالتعاون مع الوزارة في تقديم سلعة الذهب والمجوهرات إلى المستهلك يعني بصورة نهائية.